بقى اتكلم شويه برضو في نفس الملف ده، بس نتكلم في الفنيات او الجاهزيه كمان. انا لما اجي دلوقتي اتكلم عن ماتش بطوله كويس جدا، وده يعني مش جديد على النادي الاهلي وليه تاريخ كبير جدا وتاريخ من الانتصارات في هذه الماتشات، لكن دلوقتي انا هتكلم عن المنافس اللي امامي، يعني فارق كبير جدا في عدد البطولات، فارق كبير جدا في الارقام. هل ده بيدي اريحيه شويه، بيدي طمانينه شويه، ولا الموضوع ممكن يبقى فيه مفاجآت برضو غير متوقعه؟ ده جزء. والجزء الثاني برضو جاهزيتي انا مع صفقاتي الجديده كمان لمباراه بطوله بهذا الشكل. بص، خلينا نعترف ان خلاص كره القدم ما بتعترفش بالتاريخ وعدد البطولات واسم هذا الفريق اللي هو تقدري تقولي انه مرعب. طبعا الاهلي مرعب، الاهلي له تاريخ من البطولات، الاهلي له اسم ومرعب افريقيا طبيعي، حامل دوري ابطال وخبره افريقيا في هذه البطوله، وخبره في ايضا هذه يعني البطوله في 8 مرات. يعني خلينا نتكلم بصراحه، الاهلي خبره في كافه البطولات، مش خبره وبس، لا ده بيحصد البطوله وبيتوج بيها. فالاهلي غير، الاهلي استثنائي بالزبط. مش من هذا الموسم ولكن من 100 سنه فاتت. لكن لما تيجي تتكلم عن اتحاد العاصمه، بالطبع لازم تدي هذا الفريق حقه، لازم انك انت تحترم الخصم الجزائري، تحترم الكره الجزائريه، تحترم ان هذا النادي بيسعى ان هو يحصل على اول او ثاني بطوله ليه بعد ما حصل على الكونفدراليه. دي اول بطوله تقريبا قاريه في تاريخ اتحاد العاصمه الجزائري، فنفسه نفسه ان هو يكسب. مين بقى ده يكسب؟ البعبع، يكسب رقم واحد في افريقيا والمصنف عالميا النادي الاهلي. فطبيعي شرف لاتحاد العاصمه الجزائري ان هو يواجه النادي الاهلي، شرف لاتحاد العاصمه ان هو ينافس الاهلي على بطوله. هو رايح ينبسط، هو رايح يشوف لعيبه النادي الاهلي، رايح الصحف العالميه والاسيويه، لان المباراه في السعوديه، وطبعا الكاف اختار السعوديه بعد ما لقاها افضل ملف زي ما عمل مع قطر في من قبل في نفس البطوله. ف انت رايح بطوله ترويجيه لافريقيا وبتوري اسيا الاهلي، بتوريهم اتحاد العاصمه الجزائري، فاتحاد العاصمه فرحان. هو راح بعد رحله وبعد مشوار على الصعيدين، على صعيد الدوري المحلي في الجزائر الموسم اللي فات، وعلى صعيد رحلته اللي انتهت بالتتويج بالكونفدراليه. ففي ضوء رحلته المحليه مع الدوري الجزائري وفوزه بالكونفدراليه، شايف الى اي درجه ممكن يبقى فيه تهديد للنادي الاهلي في المباراه دي؟ اقدر اقول ان انا احترم اتحاد العاصمه، ولكن هو لا يقارن بالاهلي. خلونا بس منطقيين، مش لاننا على قناه الاهلي، مش لانك انت حابب ان فريق مصري يفوز بالسوبر الافريقي، لا، لان ده الواقع زملكاوي يعني بقى ده الواقع. لكن هو في النهايه ده الواقع، الواقع اتحاد العاصمه الجزائري كان رابع الدوري الجزائري الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، يعني بفارق بعض النقاط كده عن وفاق سطيف وشبيبه القبائل وشباب الازداد، ولكن هو في النهايه كان الرابع. موسم 2021 و2022 كان الرابع في الدوري ودخل عن طريق الكونفدراليه. الموسم اللي فات هو يمكن تاني مره يصل لنهائي الكونفدراليه، فشل في مره ونجح في هذه المره النسخه الاخيره، لكن مستواه كان غير مطمئن. بمعنى ايه؟ ان هو كان بيواجه يانج افريكانز في النهائي ذهاب وعوده، التنزاني، راح تنزانيا كسب 2-1 فبهر العالم وبهر الدنيا، خلاص هيكسب بقى، يرجع ارضه يفوز ويتوج بالمباراه. رجع في الجزائر خسر 1-0، وامام مين؟ امام يانج افريكانز، هذا الفريق مش عايز اقول متواضع، ولكن كان المفترض ان اتحاد العاصمه يفترسه، ولكن في النهايه ايضا جماهير اتحاد العاصمه وجماهير الجزائريه ما كانتش راضيه بهذا المستوى. فلما تيجي تشوف تقارن ما بين مستويات الاهلي، تقارن ما بين المباريات العالميه اللي عملها النادي الاهلي سواء على مستوى الدوري المحلي او دوري ابطال افريقيا او حتى في كاس العالم للانديه، تحس يا جماعه لا، ده انت رايح تفترس اتحاد العاصمه. ده الواقع، ده التاريخ، دي البطولات، دي الارقام، ولكن في النهايه تحترم هذا الخصم الجزائري اللي بيحلم القدم يعني بالبطوله. يعني مفيش برضو في لغه كره القدم مفيش حاجه اسمها امر مؤكد، يعني دايما في نصيب من المفاجات بشكل كبير جدا، وشفناها في مباريات كتيره جدا، وبالمناسبه خاصه كمان بالنادي الاهلي. يعني في مباريات لعبناها كنا متاكدين من الفوز، لقينا ان كان في فوز بصعوبه، وعلى الصعيد الثاني مباريات كان فيها قلق شويه بالعكس، يعني صوره. فهي فعلا الكره لا يمكن ان انت تتوقعها.